ثانيا أيضا دمرت وحدة من جيشنا الباسل بعملية نوعية اليوم تجمعا لإرهابي جبهة النصرة في قرية كباجب على طريق دير الزور دمشق، كما استهدفت وحدات من قواتنا الباسلة تجمعات وأوكارا للمجموعات الإرهابية المسلحة في عدد من أحياء مدينة حمص وريفها وألحقت بها خسائر كبيرة. وفي ريف إدلب تواصل وحدات من الجيش العربي السوري التقدم على أوتوستراد أريحة اللاذقية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعقيدة وأسرار، يوما بعد يوم وبخطى واثقة، يواصل الجيش العربي السوري تقدمه على امتداد الجغرافيا السورية ليطهر كل شبر من دنس مجموعات التكفير والتنظيمات الإرهابية. أوتوستراد اللاذقية أريحة، هنا وبعمق 200 متر من الطريق العام دخل أبطال الجيش العربي السوري قرية كفر شلايا القديمة وطهرها من المجموعات الإرهابية المسلحة، بعد أن وجه ضربات دقيقة ودمر عددا من مواقع تحصن القناصة. العبارات التي تشير إلى انتماء هؤلاء الإرهابيين إلى جماعات التكفير وجبهة النصرة كانت واضحة على جدران المنازل التي تحصنوا فيها وفخخوها بالعبوات الناسفة قبل أن يندحروا منها. قرية أورم الجوز كانت أيضا على أجندة التطهير، دخلها الجيش العربي السوري ليبسط سيطرته عليها ويعيد الأمن والأمان إلى أهلها بعد أن عانوا ما عانوه من إرهاب المجموعات الإجرامية. مهما حاولت عصابات ومرتزقة الخارج على الأرض السورية ضرب أمن واستقرار هذا البلد، فإن محاولاتهم يوما بعد يوم ستبوء بالفشل. فجيش كالجيش العربي السوري وقوة شعب مؤمن بانتصار النور على الظلام يجعل سوريا عصية على كل متآمر ومتخاذل وعميل.